عشرات الجثث بمقبرة جماعية في حي الرفاعي بالجانب الأيمن من مدينة الموصل شمالي العراق. عشرات الجثث التي أكدت بيانات السلطات الحكومية أنها تعود لمقاتلين ينتمون إلى تنظيم داعش، قبل أن تنكشف تلك المزاعم بعد تصريحات لمدير الطب العدلي أكدت وجود نساء وأطفال بين هؤلاء الضحايا. مسؤولون في ديوان محافظة نينوى أكدوا أن هناك محاولات تضليل متعمدة من جانب الحكومة في بغداد بشأن هوية الجثث، وأن أكثرها تعود لأطفال ونساء. الراجح أنهم مدنيون من حي الرفاعي قضوا خلال القصف الجوي العشوائي الذي تعرضت له الموصل من المقاتلات الحكومية ومقاتلات التحالف الدولي طوال عدة أشهر أثناء المعارك ضد تنظيم داعش، حيث لم يكن أحد قادرا على الوصول إلى مقبرة المدينة الرئيسة الواقعة خارجها، وصار الناس يدفنون الضحايا في الساحات والحدائق العامة. وبحسب ناشطين من الموصل فإن المقبرة واحدة من مقابر كثيرة دفن فيها الأهالي موتاهم خلال فترة المعارك التي استمرت أكثر من 10 أشهر، مؤكدين وجود توجيهات لقوات الأمن بمنع الإدلاء بأي تصريحات بشأنها، الأمر الذي ترجحت معه فرضية أن الضحايا من المدنيين. الموصل إذن تأبى أن يسدل الستار على الفظائع التي شهدتها قبل أن يشهد المقتول على القاتل، غير أن القاتل من جهته يحرص على طمس الحقائق وتضليل الناس عمداً، وكأنه يخطط لجريمة قتل أخرى لنفس الضحايا، ففي المرة الأولى أزهق أرواحهم وفي الأخرى يحاول جاهداً أن يغتال هويتهم عبر اتهامهم بالإرهاب.